نتابع وياكم هذه التهاني المسجلة ثم نعود لمتابعة فقرة برنامجنا. عليكم مرحبتين، تقدم بالتهنية وكل عام وانتم بخير لقناة ليبيا المسار وأخوكم الفنان أيمن درسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بأن أهني الشعب الليبي كافة بحلول شهر رمضان المبارك، ونشكر برنامج صباح الخير مشوار الصباح، ونقولكم إن شاء الله حتى قناتكم الموقرة لقناة المسار، نقولكم ربي وفقكم، وخص بالخصوص كل من عاملين فيها وبالخصوص ابنتي وفاء وجواري، إن شاء الله دائما كل عام وأنتم بألف خير. معكم سعيد أخوكم فنان سيف النصر. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلام وأمان للبلاد إن شاء الله، ولكم ولأهليكم كلكم، وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن للبلاد وتعم المحبة والسلام والوئام في كل البلاد والخير إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، أيمن الهوني. صباح الخير، صباحكم الله بالخير إن شاء الله يا ربي. كل سنة وانتم طيبين، ربي يحفظكم ويخليكم إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله رمضان مبروك عليكم، وديما مبسوطين، وخاصة في برنامج مشوار الصباح والمذيعة الرائعة المتعلقة وفاء بجواري على قناة المسار. نقول لهم ربي يحفظكم ويخليكم أنتوا والكادر اللي يشتغل في قناة المسار، منورين، ربي يحفظكم، وأي واحد يضايقكم والله يشاوركم قاعد قوبة مهمكم في شيء بكل. إبراهيم منصور قوبة. أتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى قناة المسار وإلى برنامج مشوار الصباح وإلى مقدم البرنامج المذيع والإعلامي الراقي الأستاذ أحمد المقصبي ومعدة البرنامج العالمية الرائعة وفاء بوجواري وإلى جميع أسرة برنامج مشوار الصباح. كما أتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى جميع السادة والسيدات الكرام متتبعي قناة المسار. رمضان كريم، رمضان مبروك عليكم جميعا بإذن الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. الفنان سالم عيسى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم كل التهاني لكل الزملاء في قناة ليبيا المسار ولكل فريق عمل برنامج مشوار الصباح بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. رمضانكم كريم. الإعلامي ربيع المسلاتي. هلت أجمل أيام في السنة أيام شهر رمضان، شهر التوبة والغفران. كل سنة وانتم طيبين يا ربي، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة جميعا. كل مستمعي برنامج مشوار الصباح على قناة المسار، اتمنى لكم التوفيق الدائم. تحياتي اخوكم الفنان سامي محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. كامل التحية والاحترام للزميلة العزيزة المحترمة وفاء بجواري. نحب نقول لها ونقول كل المستمعين كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات، وإن شاء الله يا ربي بهداية البلاد والعباد، وإن شاء الله كل واحد ينال ما يتمنى. ومبروك مقدم رمضانكم، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. كريمة جبر مخرجة وممثلة. كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلام وأمان للبلاد إن شاء الله، ولكم ولأهليكم كلكم، وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن للبلاد وتعم المحبة والسلام والوئام في كل البلاد والخير إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، أيمن الهوني. صباح النور، صباح الورد. من خلال مشوار الصباح بتلفزيون المسار أتقدم بأحر التهاني وأبرك الأماني إلى كل كافة
الأمة الإسلامية والعالم العربي ولكل الشعب الليبي بحلول شهر رمضان المبارك، ونقول كل سنة وانت طيب، وكل سنة وانتم بألف ألف خير، وإن شاء الله يا ربي دائما بسلام ودائما بصحة وعافية. كل العام وأنتم بخير. الفنانة نجوى محمد. السلام عليكم، أتقدم بالتهنئة لكل العاملين في قناة المسار وبالتحديد فريق عمل برنامج مشوار الصباح، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. معكم حمد الحاسي. وتحية خاصة لمخرجنا الرائع عبد الله المسماري، نقول له كل سنة وانت طيب يا ربي، ربي يحفظك ويخليك يا أستاذ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نعيد على كل مستمعي ومشاهدي برنامج مشوار الصباح على قناة المسار بمناسبة حلول الشهر الكريم. أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كل سنة وأنتم طيبين أحبائنا في ليبيا كافة وفي بنغازي خاصة وفي ليبيا عامة، ونقولكم كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم، وإن شاء الله يا ربي كل سنة ونحن في تواصل مع جمهورنا الكريم، وإن شاء الله يا ربي نكونوا هالسنة في المستوى اللي أنتم تعودتوا أنكم تشوفونا به. ترقبوني سلوى المقصبي في بنات الريح وهدرازي 10. صباحكم مبارك في مشوار الصباح على قناة المسار، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم بخير إلى مستمعي إذاعة المسار في مشوار الصباح. ربي إن شاء الله يديم علينا الصحة والعافية والهداية إن شاء الله، ونقضي شهر رمضان إن شاء الله بكل خير في العبادة والطاعة والرحمة والتواصل. كل سنة وانتم طيبين ولمتكم مباركة إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في شهر رمضان في الدراما الليبية والمنوعات الليبية بكل خير يا رب العالمين. الفنان فتحي كحلو.